والغام بالدستور حتى ما يخليك تستقر، والا السنه والدكتور شاهد موجود. لما صار التصويت على الدستور المناطق الغربيه ما طلعت شاركت الا بعض المؤيدين لهذا الحزب الاسلامي كان ببغته وغيره، تمام دكتور ولا لا؟ هذا لله. فايش قالوا؟ قالوا طلعوا 99% من السنه وايدوا الدستور، بينما هو ما طلع ما بيهم كل سنه العراق ما بيهم 20,000. الثقه الان موجوده لاعاده صياغه الدستور بين القوى السياسيه، شنو الحل اذا؟ انا اقول لك الحل يكتب دستور عراقي ضمن اطار واحد هو اسم العراق. اذا كانوا الاخوان الكرد وجل الاحترام والتقدير لهم، اذا كان خيارهم الانفصال ويريد يروح، اخي انت ما مسؤول به، انت لو تكتب دستور يشمل العراق كله من شمال الجنوب ومن شرق الغرب ويطبق عليه، او تترك اللي يريد يروح اقليم خليه يروح اقليم وعنده ثروات وعنده يعيش ويرتب حاله. اما انا مثلا هو دستورك فيدرالي اتحادي، وين تطبيقاته؟ متفضل البروفيسور، وين تطبيقاته؟ يطبق بالناحيه لما خلينا نقول الحكومه خلينا نقول تيجي تطبق تقول لك هذا الدستور يقول هيك، وبتيجي عليهم على بعض المواد الدستوريه يقول لك لا توافق. على سبيل المثال رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، هل هو دستور؟ لا، عرف سياسي. لا بهذا شنو يقول لك عرف سياسي؟ طيب انت تمشي لي بالعرف اللي على مزاجك كقيادات كنت معارضه وتعوف هذا الطبق الشارع الفساد، من تجي تقول له يابا انت شكل كابينه وخليه هو يكون الحساب، يقول لك لا عرف سياسي. هاي يا استاذ علي انتبه لي، واذا انا خطان استاذي صحح لي. هو دا يأسس بطريقه او باخرى لفساد مجتمع عراقي لا ينهض، يعتمد بالتالي على دول المحيط لنهب ثورات النفطية للعراق لكي لا ينهض العراق، ويعتمد في الزراعة والصناعة وكل شيء على دول الجوار. وإلا بماذا تسمي 600 مليون دولار بشخطة قلم من أحد أهم الفاسدين؟ أنا ما أريد أتطرق له، ولو البرنامج يسمح اخاف يقولون شخصنا، من اهم الفاسدين اللي سلموه هيك منصب، وبالمناسبه اليوم جاني معلومه شبه دقيقه، وصل لندن خارج العراق، وصل لندن. السؤال يا فاسد يا ما يخاف الله اللي وصله وطلعه. اذا طلع من الاقليم، تحدث عن مدير المصرف السابق، مدير المصرف الرافدين. نعم، اذا طلع من الاقليم فراح نزعل استاذ وفاء اخويا، راح نزعل على الاقليم نقول له هاي امال ليش عندك بغداد؟ طلع من مطار بغداد جايك جايك جايك. واذا طلع من مطار بغداد قسما بلا اله الا الله، اذا استلم سلطه يوم واحد اللي طلعه واللي اواه واللي جابه واللي عينه واللي خلاه، لان هذا تاريخه اسود استاذ علي انتبه لهالنقطه، تاريخه القديم. هسه ننتظر نتائج التحقيق، هذا القضاء.